من لحظة ما بتشوف إعلان من إعلانات زويل وبتضغط على رسالة الواتس وانت بتدخل جوه تجربة فريدة من نوعها وبيتعامل معاه أقوى تيم لأقوى اعتماد في مصر. بداية من تيم التسويق المسؤول عن كتابة وتصميم وتمويل الإعلانات مرورا بمرحلة الرد على الرسائل والمودريشن، وبعدين بتدخل في دايرة السيلز. واحنا بقى عندنا أشطر تيم سيلز بقيادة الأستاذ شروق هشام، التيم ليدر المحبوبة من كل التيم. وعشان تسجل معانا يبقى لازم تعدي على تيم الحسابات المميز بمجهوده الكبير مع كل المدربين زي سعد وأميرة ويوسف، وكل دول بقيادة أشطر مدير حسابات محمد السيد. وفي فترة دراستك معانا بتتعامل مع إدارة التدريب اللي تكون من إسراء ورويدة وآية بتوجيهات المديرة الفرفوشة والشاطرة كمان أستاذة دنيا رضا. وفي نهاية دراستك هتستلم كل الشهادات اللي انت محتاجها في حفل التخرج واللي بتقدمها لك إدارة الشهادات بقيادة مي ودكتورة وفاء حمد وبشمهندس فتحي حمال. كل السايكل دي بتتم تحت إشراف مديرة الإدارات وفي الحقيقة هي ماما الأكاديمية دكتورة مي محمد والمدير التنفيذي دكتور محمد سعيد ورئيس مجلس الإدارة الدكتور إسلام حمال. وفي النهاية حابين نقول لك إننا معاك في كل خطوة لحد ما تطمن على مستقبلك، وعشان كده زويل أكاديمي هي دايما أقوى اعتماد في مصر. وبس كده.